It depends on you اختي نوال, it depends on you. انا الكريبتو ما كنصحش به الناس اللي كيكونوا واقفين على الفلوس ولا فهمتي. عندك مسكين اخويا جمع واحد 500 درهم ولا جمع واحد 5000 درهم, هي اللي عندك في راس مالك فهمتي, وباغي دير بيها شي حاجه ولا هذا, وتمشي تحطها في الكريبتو حيت نفسيتك اخويا راه غادي تكون مريضه, حيت راه النفسيه مهمه جدا. والكريبتو بلاتي بلاتي راه الكريبتو الخوت باش تكونوا عارفين راه ماشي كتشوف واحد ضرب 100 كا 200 كا راه صافي انت كتفرح حتى تقول واه هادشي راه فيه الفلوس, وراه خسر الفلوس حتى هو راه تخسر الفلوس. شفت كلشي ولا تيهضر ليا على الكريبتو, فين هو الايكوم؟ شفت واحد الوقت يسولني على الايكوم ولا ناري علاش. غدا نوريكم شي حاجه تاني في الدروب شيبينغ, وهذا الشيء يتبع لي في الدروب شيبينغ. ما بقاش كيسول شي واحد في الايكوم, كلشي ولا كيسول في الكريبتو. ما عقلتو على شي واحد, ما تكون اللي كان سولني واحد النهار قال لي اش كدير السي امين في حياتك, قلت ليه تندير بزاف د الحوايج. وانا بقاش شي واحد تيسولني واش لاحظتو الخوت, قال شي واحد تيسولني ايكون, قلت شي وليدي تيسولني كريبتو, قال شي واحد تيسول ايكون. لا الخوت راه كنديرو شويه الايكون, تنديرو شويه ديال كنديرو شويه الكاشون ديال ليفري, كنديرو شي شويه ديال الدروب شيبين, كنديرو سولو سولو راه ماشي كلشي. الو النفسيه راه كتلعب واحد الدور مهم جدا, النفسيه كتلعب راه هاد المرض ديال الكريبتو, المرض التداول بصفه عامه كتلعب فيه النفسيه بواحد الشكل كبير جدا. انت وين يو تريد فور ليفين, او مثلا ملي كتدخل الكريبتو, حنا نهضروا على الكريبتو فور ليفين, تاكل الخبز, راه نفسيتك ستكون مدمره لانه وانت ما عندكش. حيت شوف كاين الناس اللي عندهم الرزق, هذوك الناس ما تنهضرش عليهم, تنهضر على مول 5000 درهم وعندو كل أماله أنه بديك 5000 درهم يدير الطروة, فهمتي, ماشي الطروة الموتور, يدير الطروة يدير الفلوس, راه فهمتي, راه هذيك 5000 درهم راه ملي غتدخل بها أنا ما ننصحكش, والله ما ننصحك, حيت غتمرض. اللهم إذا كنتي حاط 5000 درهم تقول أنا شتي إلا مشات مرتاح, هذه أنا إلا مشات ليا 5000 درهم مرتاح, مرتاح جدا, ما عنديش مشكل أنني نخسرها, ما عنديش مشكل, فهمتي. دخل نقول لك دخل, ولكن عندك واحد 5000 درهم وخايف عليها ودير عليها 100 عقده ومخبيها تحت السداري وهذاك الشيء, ما ننصحكش, وهذا هو الواقع. والدومين راه كنخسروا فيه, تنخسر هذا عبدو ربي وكيخسر تنخسروا الفلوس. شوف كنبينوا واكثريه كيبين ملي كيربح وتيبين دوك الارقام وكيبين راسو فرحان وتيقول لك خربناها ايه فهمتي باش تموتيفا, ولكن راه تنخسرو وتنبكيو على رزقنا, فهمتي, يا باش تكون عارف هاد القضيه ديرها في بال, ماشي كلشي بروفيت, باش تكون ملي تكون داخل عارف هادشي. وراه في اي لحظه راه هي راه ينتحر, واش فراسكم قيس السيد, واش نقيس السيد شي شهرين, هادي واحد الشينوير مع راسو في الفران اللي كيذوبوا فيه, ما عطاوش الحجر ولا الحديد ولا خسر صفقه, هو يرمي راسو في داك الفران, علاش مشى خسر راسو, علاش رمى راسو في داك الفران؟ حيت داخل غير المهم خسر, وممكن داك الشيء اللي عنده وتيتسالوه كريديات, فهمتي, دخل خسر كل شيء, ناض 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 رمى راسو, حيت صافي. والله يرحم لكم الوالدين الدراري, راه كما قلت في واحد ما عرفتش قلتها في الصوري ولا هذا, راه كاين فرق كبير ما بين, كاين واحد الفرق كبير ما بين الجامبلين انك تتقمر وانك تدخل وعارف علاش كتدخل. حاول ما تكونش من الناس اللي كيقمروا, ندخل شي على الله, راه كلشي على الله, وسوختو هاد الكريبتو كله على الله, فهمتي, البيتكوين كيهود كلشي كيهود, ما كتفهمش, فهمتي, ما كتهود البيتكوين, تي ما الدوج كوين كلشي فرحان وهذا, علاش هضر عليها ايلون ماسك, ايوا ايلون ماسك انت كنتي في الشارت تكنيك, في الشارت تكنيك كنت تتسنى ايلون ماسك يدوي, ما كنتيش كتسنى دوا بق صافي سالينا, فهمتي. حاول ما تكونش كتقمر, هذا هو اللي الا بغيتي تدخل شي مجال دخل ليه عن درايه, قرا الله يرحم لك الوالدين باش ما تكونش تتقمر, ندخل على الله ونشوفوا على الله, اسمعنا واحد خونا على الله, راه كلشي على الله, ولكن ماشي تلح.